السلام عليكم، مرحبا بكم. وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله راح تكون عبارة على مقرقشات، راح يجيو مقرمشين مبسين بنان، وشكلهم راح يجي على شكل وردة، راح يجي روعة. تبعوا فقط المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. عندنا 500 غرام من الفارينة، عندي كيس الخميرة الكيميائية راح ناخذ منه فقط النصف، عندي ملح، حبة تاع البيض، عندي هنايا 125 غرام من المارغرين كنت ذوبتها، نحتاج ايضا ماء الزهر، ونحتاج ايضا الماء باش نكمل نلم العجين تاعي. نبداو ان شاء الله مع بعضنا. هنا نحط الفرينه تاعي في الاناء اللي راح نخدم فيه، راح نجيب هنا نحط رشه الملح، نحط المارغرين، ونحاول نبسس الفرينه تاعي، نحاول ندخل فيها هذيك المارغرين باليد تاعي بهذا الشكل. هذا الشكل من بعد ما تبسلت لي كامل العجين كما راكم تلاحظوا، راح نجيب حبه البيض، هنا انا الحبه تاع البيض تاعي صغيره، راح نحطها كامله في 500 غرام، لكن نتوما اذا حبه البيض تاعكم كبيره فضيفوا فقط النصف، لانه احنا في الكيلو نحطو عظمه كامله تكون كبيره. نحاول ندخلها في العجين، راح نضيف هنا ماء الزهر، من بعد راح نضيف الخميره الكيميائيه كما قلنا نصف باكي تاع الخميره الكيميائيه. من بعد راح نبدا نلين فيها بالماء، هاي ليك العجين تاعي راهي تلمت، راهي طغيه كما راكم تشوفوا. هنا راح نحاولوا شويه نعجنوها باليد تاعنا باش ندخلوا كامل العجين في بعضه. من بعد راح نحطوها في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح حوالي ساعه، ونرجعوا ليها ان شاء الله باش نخدموا. نبدا هنايا نطرح في العجين، راح نرش النشا ونطرحها على شكل طولي هذا الشكل، من بعد راح نطبقها باش تجيني مورقه. من بعد العجين لما تخليوها ترتاح راح تتطرح معكم بكل سهوله، والنشا راح تخلي لكم المقرقشات نتاعكم تجي مورقه لما تقليوها. هنايا العجين تاعي جاتني طويلة فقصيتها على اثنين، ونستمر في طرح العجينة حتى تولي لي رقيقة تماما، يولي البلون دو ترافاي تاعكم يبان على هذا الشكل. ضروري تجي رقيقة، راح نحي لها الأطراف، نسويها نقلبها على شكل متساوي، ومن بعد راح نقيس بالاصابع نتاعي. انا الشريط نحب نديرو القيس نتاعو 3 اصابع كما راكم تشوفوا فيا، ونقص نفس الطريقه، نقيس بالثلاث اصابع تاعي وانقص. هنا الشريط يعجبني على هذا القيس، نتوما اذا حبيتيو تصغروا ولا تكبروا الشريط نتاعكم كما تحبوا. راح نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كامل العجين تاعي. هنايا تطرحوا كامل العجين، تقطعوها كامله تحطوها في صينيه وتخليوها حتى تكملوا كامل العجين تاعكم، من بعد باه ترجعوا تقليو هكا بتجيكم العمليه سهله. الطريقه تاع القلي جد سهله، فقط تبعي معايا مليح. ندخلوا الحافه تاع العجين في الفرشيطه بهذا الشكل، راح نحطها في الزيت، من بعد نطلق الشريط تاعي في الزيت، لما يبدا يتنفخ ندور دور الفرشيطة تاعي، هي الدور فقط العجينة على بعضها بهذا الشكل. من بعد نحصر الحبة تاعي للحافة تاع المقلاة هكا باه ما تفكش معاي وتبقى محافظة على الشكل الدائري. نقلب عليها الزيت من فوق باش تتنفخ معايا مليح، ونخليها تحمر في غردها
نعاود وحده معاكم اخرى هكا بتوضح الصوره اكثر. نحط الفرشيطه في الحافه تاع الشريط تاعي تاع العجين ونحطه في الزيت. من بعد نبدا نلف الفرشيطه ولا الشريط تاعي تاع العجين نبقى رخفته في الزيت هكا باش يتنفخ معايا وانا ندور. ما دوروش الشريط مباشره على الفرشيطه وهي عجينه هكا تبقى معجنه من داخل وما تتنفخش معاكم. هذا مكان نبقى حاصرتها في الحافه تاع المقلاه باه ما تتفكليش، وراح نحي هذه الحبه لانه طابت، ونقلب الثانيه ونحمرها حتى تاخذ لي اللون الذهبي الجميل. لما تنحيوها حطيوها في الكسكاس باش تقطر مليح من الزيت نتاعكم، وراح نكمل بنفس الطريقه نقلي كامل الحبات ونمروا مع بعضنا باش نشوفوا الحلوه تاعنا في طبق التقديم ان شاء الله. هاي ليك المقرقشه تاعنا بعد ما قليتها وقطرت لي كامل من الزيت، حطيتها في الصحن. من بعد سخنت شويه العسل رشيتها بيها من فوق هكا عملت لها خطوط. من بعد رشيت عليها شويه تاع الجرجلان محمص كما راكم تلاحظوا فيها الحلوه الجزائريه تاع زمان، مقرمشه وخفيفه وبنينه بالبزاف، يعني تفكرني في طفولتي كنت نحبها بالبزاف. انا هنايا راح نجيب الصحن كي العاده وراح نقسمها معاكم باش تشوفوها كيف تجي مرقه وتجي خفيفه ما شاء الله. فقط اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ما عليكم غير